لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. ألو ألو، استشهاد الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي أثناء تغطيتها لاقتحام مدينة جنين في الضفة الغربية بعد استهدافها من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي برصاصة في الرأس، تم على إثرها نقلها إلى مستشفى ابن سينا حيث استشهدت الزميلة شيرين أبو عاقلة.